المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد أمير بيباوي، مؤسس وصاحب شركة تاج الأمير للتجارة العامة. بداية أسعد الله أوقاتك سيد أمير. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. في بداية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر على حضرتك، من هو أمير بيباوي؟ بداية حياتك بدولة الإمارات العربية المتحدة. والله أنا يعني هنا من 8 شهور، مش من فترة طويلة ولا حاجة، لكن لقينا الدعم كويس من الحكومة هنا، دعمتنا بطريقة كويسة بشكل كويس، وفرتنا بالنسبة للتراخيص. ابتدينا المنظفات والمستحضرات التجميل، ابتدينا تعاقدنا مع شركة يونيون كوب، حضرتك لو تعرفها هنا شركة حكومية يعني، بس يعني ابتدينا تعاقدنا معهم، ابتدينا في المنظفات، وابتدينا دخلنا في مجال الغذائيات، ابتدينا في توليد زي السكر، الزيت، زي الشامبو بالنسبة للمنظفات، ابتدينا نوسع معهم الأمور وربنا كرم يعني الحمد لله. يعني في عدة آيتم في مجالكم، مجال عملكم. حابين نتعرف سيد أمير على الخدمات اللي بتقدموها بشكل عام، يا ريت نوضح أكثر على نوعية الآيتم اللي بتقدموه أنتم بشركة تاج الأمير للمجتمع الإماراتي. والله احنا مش ايتم بعينه، احنا شغالين في كل البراندات. احنا اللي بيميزنا بيبقى بنقدم اسعار منافسه شويه، وبنقدر نوفر اذا كان كميات معقوله. برضو اشتغلنا في مجال الفحم، بنستورده من جنوب افريقيا. السكر بيبقى بنجيبه من البرازيل، وبنبقى نتماشى يعني. هل التجارة سيد أمير هي تجارة جملة ولا تجارة جملة ومفرق يعني لكم؟ في مثلا زي شوروم مثلا لإلكم؟ لينا طبعا المخازن بتاعتنا، وبيبقى لينا المصادر، ولينا الشركات اللي بنتعامل معاها دايركت، وبنقدر نتعامل مع الشركات الخاصة زي يونيون كوب، زي كان كارفور، باقي الشركات هنا في داخل الدولة بنتعامل معها يعني. جميل جدا. سيد أمير، يعني حابين نتعرف أيضا على الشيء اللي بيميزكم بمجال التجارة العامة، شو الشيء اللي بيميزكم بيخليكم تقدروا تكسبوا ثقة العملاء؟ والله بيبقى جودة المنتج بدأ رقم واحد. بالنسبة للأسعار طبعا بنبدأ نوفر سعر كويس مع الجودة والكواليتي للمنتج، والمصداقية في المعاملة يعني. دول اهم ثلاث حاجات هنا يعني. جميل جدا. نتمنى لكم ان شاء الله دوام التميز والتقدم والنجاح. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ عبد الله. سيد امير، حابين اليوم ايضا نتعرف على الرؤيه المستقبليه لحضرتك والخطط المستقبليه لتطوير شركه تاج الامير والاعمال الخاصه فيها، يعني وين نشوفكم بالمستقبل ان شاء الله؟ والله ان شاء الله احنا يعني بنبدا نكبر في الفروع بتاعتنا، بنقدر نكبر في باقي الشركات، إذا كانت داخل الدولة أو خارج الدولة، إذا كان إحنا بنورد ليهم أو شركات بنستورد منها باقي المنتجات، إذا كانت غذائيات أو منظفات أو في مجال الفحم، وبنجتهد وربنا كريم. أكيد لكل مجتهد النصيب، وإن شاء الله ربي إنه يعني بنشوفكم على مستوى السبع إمارات وعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط بإذن الله. ربنا يخليك يا مستر عبد الله، إحنا تشرفنا بحضراتكم. الله يسلمك يا رب. أكيد طبعا يعني صاحب الطموح ما فيش له سقف، طبعا مفتوح، وإن شاء الله يا ربي بنشوفكم بأعلى المراتب بإذن الله. أمين يا رب. أمين. سيد أمير، إحنا اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حضرتك في بداية اللقاء ذكرت إنه دولة الإمارات قدمت تسهيلات ودعم أيضا لإلك كمستثمر جديد في الإمارات. اليوم شو بيعني لك الدعم اللي تقدمه حكومة دولة الإمارات؟ شو بيعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات العربية؟ والله الأمن والأمان ده رقم واحد هنا في البلد، بتوفر طبعا رقم واحد المناطق السياحية. بالنسبة للمعاملات الحكومية مريحة جدا يعني، مش أكتر من يوم أو يومين بتبقى خلصنا، اذا كان ترخيص او خلافه من الورقيات او مستندات احنا بنحب نخلصها. فكل الدعم من ايه هنا الحمد لله يعني. بالطبع. متشكرين جدا لدوله الامارات وحكومه الدوله ولحضراتكم يعني.
أكيد أكيد طبعاً. يعني هذه كلها جاءت من جهود حكام وشيوخ دولة الإمارات. كيف تحب تشكر حكام وشيوخ دولة الإمارات من شركة تاج الأمير وبالتحديد من السيد أمير بيباوي؟ والله إحنا يعني مهما قلنا ومهما حكينا مش هنقدر نوفي يعني كلمة شكر كافية لحضراتهم. إحنا يعني فخورين إن إحنا هنا في داخل الدولة بنلاقي كل الدعم وكل وسائل الراحة من خلالهم يعني. فاحنا متشكرين ليهم جدا لكل شيء وفره لنا. اكيد اكيد اتمنى رب العالمين ان يديم نعمه الامن والامان على دوله الامارات وان يحفظ حكام وشيوخ دوله الامارات وايضا شعب دوله الامارات وكل من يقيم على هذه الارض. امين يا رب. امين يا رب. سيد امير، قبل نهايه برنامجنا حابين نعرف الساده المشاهدين على الموقع الجغرافي لشركه تاج الامير، وين موقعكم بدبي وكيفيه التواصل معكم؟ احنا شركتنا في ديرة سيتي ديرة منطقة ديرة شارع المطينة بجوار مترو صلاح الدين قصاد مول الغرير دايركت تكنيكال بيلدينج الدور الاول. وايضا اعزائي المشاهدين سوف تظهر ارقام الهواتف وايضا منصات التواصل والايميلات الخاصة بشركة تاج الامير للتجارة العامة اسفل الشاشة. طبعا في نهاية برنامجنا يعني حابين نشكرك جزيل الشكر يعني ربنا على الاستقبال ربنا على الابتسام الحلوة ربنا وعلى ربنا كرم الضيافة. لا شكرا، شرفتونا شرفتونا ونورتونا، اهلا وسهلا. شكرا مرة اخرى. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.